اوكي سامع. معاكم عبد الله الاسمر من برنامج اخباركم، واليوم في يوم اول يوم استضافه لمهرجان اجيال. Can you say the word اخباركم؟ اباخم اخباركم 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 اخباركم. What is it? اخباركم 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 اخباركم. It's like what's up, how are you? Yeah. طبعا احنا يعني في اول يوم وفي اول نشاط. انا متوقع ان الشباب اللي مثلكم بينبسطون وايد في المهرجان. وهل انت متحمس للمهرجان ان شاء الله؟ اكيد. Final man, it's going to start man, let's go. أول مرة أكون جور، بس من زمان كنت ريبورتر. It's gonna be more than amazing. Yeah, I'm looking forward to it. شنو شغلك هني؟ ليش جاي هني؟ أنا والله الحكم بالأفلام. أنا أشوف الأفلام أحكمها. أشوف الأفلام وأحكمها وأعطيها اللجنة. أخباركم؟ Are you excited? I'm really excited. Yeah. You think it's gonna be a good thing, right? Yep. It's great. Great for the country. Okay. Thank you. Goodbye. Okay. Let's go, guys. What was the best part of the show? The best part, I think, is the beatbox, because the guy, he impressed me with his skills. Hi everybody! زي ما تشوفين حضرت واقفين ورا ريد كاربت في كتارة مع بعض يوم الثلاث، وده الافتتاح الأول لمهرجان أجيال السينمائي اللي مركز على الأنمي. زي ما تشوفين كل مرة بنعرف أكتر وأكتر من الريد كاربت، والتي ورا الريد كاربت بالضبط. Will you accept me as an actor or an actress in your film? Yes, you, of course. Yes. Of course I want. أنا من قطر يكفيني هواها، يشفي علتي شربي لماها. أخباركم يعني لا تمشي على خطى ناس مشاهير مشي عليها. So it was so amazing. It was so amazing.